بس نصعد كما نشوفوا لهنا في البلاغ الصادر على المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية، يقولوا أنك أنت في الروبورتاج اللي كنا صورناه المرة اللي فاتت قدمت روحك على أساس أنك كاتب عام نقابة، في حين أنك كاتب عام النيابة النقابية، وأنهي لا تنضوي تحت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى أنك كنت قلت أنه لم يتم منع المسؤولين من الدخول للمركز وأداء مهامهم، ويقولوا اللي هم يطلبوا الرجوع إلى ما ورد على لسانك في تدخلك مع الإذاعة الثقافية يوم 16 مايو 2012. هذا اللي جاء في البلاغ فيما يخصك أنت. باش نبدا بالتعليق اللي خرج في الاذاعه الثقافيه يوم 16 ماي. صحيح علقنا وصفنا الاحتجاج العفوي هذايا اللي صار من الاعوان نهار 14، وفي الوقت هذاك ما كناش نعلموا اللي ثم شكايات توجه ضد الاعوان هذوما. بعد ما سمعنا بالشهادات تحرينا ماليا في الموضوع هذايا، وتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك وانه ما تمش منع الاعوان هذوما، وبطبيعته التحقيق القضائي بدا في الشيء هذايا، والاعوان صرحوا لدى اعوان الحرس باللي صار اكزاكتمو. انا ما نجم نضيف حتى شيء على هذا، هذا اللي صار بالضبط. تيتر انا نهار 16 ما كنتش نتصور المسؤولين بتاع السونتر اللي باش نورمالمون يتجهوا نحو حلحلة المسائل نمشي ونعقدوا المسائل بالشكل هذايا. لذا بعد تحرينا في الموضوع وتبين لنا جديا وانه بلاغهم كتبوه الاعوان اللي كانوا موجودين. في نهايه المطاف هل تم منع بعض المسؤولين من الدخول للمركز؟ لا 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 ما تمش منع حتى مسؤول. نهار الاثنين نهار 14 ما تم منع حتى مسؤول. به ننتقل للنقطة الثانية اللي هي معناتها حسب مصدر في نص البلاغ أنه أنت حكيت بصفتك كاتب عام النيابة النقابية بالمركز، معناتها هما يقولوا اللي أنت حكيت بصفتك في نقابة المركز وأن هي مجرد نيابة نقابية بالمركز ولا تنضوي تحت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. أنا الساعة ما نسمحلكش باش تقول مجرد نيابة نقابية. احنا كي نحكي باسم نقابة المركز احنا نقابة على خاطر النيابة النقابية نقابة، النقابة الأساسية نقابة، الجامعة العامة نقابة. انا حكيت باسم النقابة وحكيت باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اللي اعطينا ترخيص ونقابة ننشطوا باسمه هو. لذا انا نقول نيابة نقابية نقول نقابة أساسية هذه ما قلتوش، انا قلت نقابة المركز وهي نيابة نقابية. وتشوفوا في البيان اللي خرجته انا عندنا طابع وعندنا امورنا واضحة نيابة نقابية، هذه ما هيش مشكلة. العدد برشا والا شويه، احنا بدينا ب 19 تو تبارك الله معناتها المنخرطين في النقابه يفوتوا 70. باش نكونوا واضحين سي الاسعد، انا نحكي معاك سويفون اللي موجود في نص البلاغ. في نص البلاغ الجمله كما معناتها كما هي بصفته كاتب عام النيابه النقابيه بالمركز وليست نقابه المركز كما يدعي، وهي للعلم لا تنضوي تحت الجامعه العامه للتعليم العالي والبحث العلمي. فعلا فعلا، وانا نحب نصحح لهم اللي كتبوا هذايا، ما ثماش فرق ما بين كاتب عام النيابه النقابيه بالمركز او نقابه المركز، لان النيابه النقابيه بالمركز هي تمثل النقابه في المركز. انا نمثل الاتحاد العام التونسي للشغل في المركز. باهي سي الاسعد، فيما يتعلق باللي ورد في البلاغ كذلك واللي يتحدث على انه المتدخلين في الروبورتاج السابق ما كانوش باحثين وكانوا اعوان الا واحد برك عنده صفه باحث، شنو اجابتك على كذلك في التعليق هذايا؟ انا نجم نقول لك اللي راهو تعليق غير دقيق من اللي بعث البلاغ، يا اما انه هو غير مطلع على شؤون البحث في تونس والا يدعي في ادعاءات ما عندها حتى اساس من الصحه، لانه المتعارف عليه في جميع الكليات وجميع الجامعات وجميع مراكز البحث في العالم كل من يقوم ببحث دكتوراه فهو باحث، فما بالك احنا هاي الدكتوراه بتاعنا، هاي شيء الدكتوراه بتاعنا، رساله الدكتوراه بتاعنا، رساله دكتوراه مشتركه من تولوز ومن فاكولتي تونس المنار، باش يشكوا هما في جامعاتنا. عاد الدنيا السلام، احنا نحبوا نرتقيوا بجامعاتنا ونحبوا نرفع سمعه جامعاتنا وزملائنا يحبوا يشكوا فيها، مش معقول هذا، زميلتي كيف كيف هاي، مش معقول الشيء هذا اللي يصير، ما نعرفش ما نعرفش شو يقصدوا. احنا نقوموا بالبحث بتاعنا، نخدموا في بلادنا ونخدموا في مركزنا. انا محرز بوسالمي مهندس اول بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.
ريكروتي من أفريل 2006 وباحث، ونركز على كلمة باحث لأني متحصل على ماجستير في علوم البيئة من كلية العلوم بنزرت، وهذا في 2009، وحاليا مرسم بكلية العلوم ببنزرت كإتيديون تروازيم سيك دكتوران. دونك سامحني معناها جوست نوريك الانسكريبسيون ويقلب مخاخهم الانسكريبسيون سيرتيفيكا دانسكريبسيون او نون دو مسيو بوسلمي محس. دونك وزيد كيف كيف البطاقة باحث تلقى منها زاد نسخة عند المدير العام باسم السيد محرز بوسلمي، ومعناها ميليزي زونكادرون معناها في المركز سي سيد المولدي السعيدي، هو بروفيسور، هو الأستاذ هيثم الصغير مع الأستاذ سامي فتوش متر دو كونف في الإنسات. هذا فيما يتعلق بالتشكيك في صفة باحث. كانت ننتقل للموضوع الثاني اللي هو تم إثارته في البلاغ، اللي هو فيما يتعلق عن وحدة التصرف في المصادر المشاع. ما نعرفش كان نقرأ لك الفقرة باش تعطيني إجابة واضحة عليها. بالنسبة لما قدمه السيد محرز بوسامي المسؤول عن وحدة التصرف في المصادر المشاع، رغم تخصصي في البيولوجيا الصناعية ومسجل حاليا في الدكتوراه اختصاص بيولوجيا دون ترخيص. دون ترخيص سيدي كريم ساعة، أول حاجة نحب نوريها لك أول وثيقة بعثناها من المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية في 28 أبريل 2006. دونك الموضوع حول تكييف اللجنة الوزارية للبنائات المدنية التابعة لوزارتكم بملف وحدة معالجة النفايات المشعة ذات الطاقة الإشعاعية الضعيفة والمتوسطة. مصح فيها المدير العام السابق سعة الترابلسي، وجات منها كوبي نسخة إلى مديرة الوقاية من الأشعة زين بشقير ومحرز بوسامي، بما أن مهامي الوقت دخلت لسينستين هو أحداث وحدة للتصرف في النفايات المشعة ذات النشاط الضعيف والمتوسط. لكن ثم برشا حاجات معناها دي بوان دانتروغاسيون زي ما نحكي فيها. الإدارة العامة في 2008 بعد القيام باللافون لابيس افون بروجي سومير، انه احنا نقدموا بلان نتاع الوحدة الارشيتكت معينته الوزارة، وهو يحضر لنا مثلا نجي نقول له مثلا حاجتي ان لوكال فيه مثلا اول دو تريتمون ديديشي، فيه لوكال دو ستوكاج بروفيزوار، فيها اماكن اداريه. دونك هو يعمل لو بلان الديفينيتيف اللي هو لا بي دي افون بروجي ديتاي ويقع عليها المصادره. هما يقولوا انك مكلف بتقديم 2009 سامحني 2009 انا مسؤول على مشروع احداث وحده لتصرف النفايات المشعه، معناها في اطار التعاون مع الوكاله الدوليه القضائيه. فما فرق ما بين المسؤول هوني، انا كما قلت لك جاتني وثيقه من الوزاره، معناها المسؤول الأول هي زين بشقير، وأنا المسؤول الثاني. معناها دونك معناها أي خلل في الوحدة تتحمل مسؤوليتي زين بشقير، هي المسؤولة عن الوقاية من الأشعة. أنا خدمنا البروجي أنصامبل، أنا أعطيت مي رمارك إنها لازمها تكون الوحدة للتصرف في المشعة الأول دو تريتمون، وبعض معنا بعض اللوكو يلزم يكونوا امبيتون، وفما كيما نقولوا احنا فما بيفي دو ريسبسيون بيفي دو ريونيون سامحني مع كوميت هي شو اسمه بيرو ديتود اللي باشر هذا الموضوع مع السيد نذكر اسمه جيدا الاستاذ انيس الباجي او كريم الباجي الى السيد كريم الباجي. تلقى هوني ب 2 سبتمبر 2008 ركز على الدات دي شارج المخطط النهائي لوحده التصرف في المصادر المشعه. علاش تبدل الاسم نتاع الوحده من وحده للتصرف في النفايات المشعه ذات النشاط الضعيف والمتوسط خاطر الى وحده للتصرف في المصادر المشعه، وذلك خاطر المركز سامحني المركز الوطني لحمايه الاشعه طلب أو عندك هون يعني دي شارج 19 جوان 2008 طلبت مدام عزة حمو عدة تساؤلات، منها ساجيتيل دي ديشي برودوي بار لو سينستير، والأهم من ذلك ياتيل اون اتيود دامباكت راديولوجيك ديتايي اكومباني لي بلان ا ليشيل 1 سنتيم. معناها راك تشوف السيجل اللي هو المركز الوطني للحماية من الأشعة
طلبت ايتود دامباكت اون بلوس كان معناها التاريخ يجبد روحه. صارت ريونيون في اوتيل بوناويس في 2008 ومدير العام لونجيت معناها لاجونس ناسيونال دو جيستيون دي ديشي سيفر شيشي اكد على القيام بايتود دامباكت لهذه الوحده خاص بها هي. خاطر تعمل انت مركز عام 1995 وتعمل ايتود دامباكت لبعض المخابر وهذه وحده لتصرف النفايات المشعه ذات نشاط الضعيف المتوسط كل حاجه واحده اون بلوس. زيد نزيد نحكي هذا انه موجود انه معناها في لي ريونيون احنا ما يعملوش دي بي في دو ريونيون. هذه مشكله سي ان اس تي. شوف انت في اي معناها انا جوست نخلي بعض لي بي في باش واحد يحمي روحه. سمح لي كنحاولوا نقدموا شويه في الحوار. فما حاجه صدرت في البلاغ تقول انه اللي جاء على لسانك فيما يتعلق بمعالجه المصادر المشاعه هي معلومات غير صحيحه. ولا نحكيوا في الروبورتاج اللي عملناه مع بعضنا المره اللي فاتت يقولوا لانه لا يوجد لدينا مصادر مشاعه تستوجب المعالجه في الوقت الحالي او على المدى المتوسط. هذا مع العلم ان المكان الذي تم تصويره اللي هو صورنا فيه واللي هو في طور البناء هو مش كما قلت لنا انت مخصص للتخزين. وي الكلام هذا غلط. انا عندي شاهد اسمه فراس جبلون وهو اللي بالسيكوريتي في سي ان اس تي ان نجم تطرح عليه سؤال هذا. انا اول ما حكيت معاه قبل بساعتين قبل ما جيت قلت له يا فراس راه فما بلاغ صدر من المركز حبيت نسك انه وقت صارت المطر والمياه هبطت على لي ديشي راديو اكتيف وعلى لي سورس راديو اكتيف فانا سنه صار قال لي في 2011 ورانا قمنا بتحويله الديشي بارك لي سورس ما قمناش بهم حولناهم الى لوكال ثاني اللي هو فيه المواد الكيميائيه والنفايات الكيميائيه. لكن لما جاوا الحمايه المدنيه ولا الحرس انا خاطر فرقه الحرس جيت تعمل ديما كونترول على المواد المشعه دونك شافوا انه لي ديشي راديو اكتيف ولي ديشي شيميك مخلطين مع بعضهم قالوا له راه ما يجيش يفو سيباري. دونك بما ان مش تراجع الديشي للوكال هذاك اورنور دونك ولا واش عملوا خرجوه قدام اللوكال نتاع اللي ديشي شيميك دونك موجود هذا معناه نجموا صوروهم فما صور معناها موجوده معناها فما حتى مشكل. المبنى الجديد اللي صورناه اللي هو في طور البناء يقولوا في البلاغ انه ما هوش مخصص لل معناتها كنت ذكرت عيوب المبنى هذا انت في الروبورتاج السابق يقولوا انه في البلاغ انه غير مخصص لتخزين المصادر المشعه وانه الغرفه المخصصه لتخزين المصادر المشعه تم بنائها وفق المطلوب. لا وفق المطلوب لا شيء. اوتخمون دي زاد فيما يتعلق بالليتود دامباكت يقولوا في البلاغ انه نحيطكم علما ان المركز قام باجراء دراسه اثر بيئي سنه 95 قد 95 2008 سينير بي مدام عز حمو تطلب طلب تلح الحاح انت الاخر ياتي اون ايتود دامباكت راديولوجيك ديتاي قدام خير نكذب عليك قدامك خير كان نكذب علاش نكذب على غير. اما انا اخويا نحب كي نخدم خدمه نخدم على قاعه مهما كان عارفي المباشر يحب يبلفط ولا ما يبلفطش. اما انا اخويا على قاعه انا عملت دي فورماسيون باش معناها نتقيد بقوانين اكدت عليها الوكاله الدوليه تقدر اوكي حاجه اخرى يقولوا انه يجب الاشاره الى ان مبنى وحده التصرف المصادر المشعه وخصوصا مكان مخصص لتخزين هذه المصادر قد تمت زيارته من قبل مديريه المركز الوطني للحمايه من الاشعه رفقه خبراء دوليين ولم يقع تسجيل اي ملاحظات سلبيه. لكن قدامك شنو بحثت مدام عز حمو وطلبت تيجي دابا نحب جيست نعاود نركز معاك على الدور في وسط البلاغ باش هكاك المعلومه تكون واضحه. الفو يلزم ايتود دامباكت اون بلوس كي تلقى ايتود دامباكت تاع 95 نحكيو عليه احنا طلبناه 2008 من الإدارة العامة وقالوا راه ضايع وهذا على لسان سيد واصف قمح. سينافع رقيقي مدير الأمن النووي بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية. كنت أنا شخصيا خدمت ريبورتاج لهنا في المركز وكنت حكيت مع البعض من الباحثين والتقنيين في إطار حق الرد. شنو ما المجموعة التعليقات اللي نجم يكونوا عند سينافع رقيقي حول اللي تعرضنا له في الريبورتاج الأول اللي كان صدر على موقع نوادا؟ أنا هنا باش نجاوبك معناتها في خصوص أمور بيزموا تقنية تخص اللي تقال على وحدة المصادر المشعة ولا اللي يسميوها أحيانا وحدة النفايات المشعة وعلى
الموضوع نتاع الحامه. هنا راه الدور نتاعي انا جوست باش نرفع اللبس ولا الالتباس اللي صار ولا ممكن يصير. فيما يخص وحده المصادر المشعه، احنا في المركز ما عندناش نفايات نوويه كما تقال لمحال صحيح. عندنا بعض المصادر المشعه اللي هي نستعمل فيها في التطبيقات النوويه، وعندنا بعض المصادر اللي هي وفاء الاستعمال نتاعها فهمتني اللي مخزنينها في ظروف معناتها دون لي ريغ دولار كما نقولوا. المصادر هذه كلها نسميها مصادر مغلقه، مش نوريك حاجه في جيبي اللي هي ماهيش مصادر سائله ولا ممكن تعمل كونتيميناسيون. لي سورس نستعملوا فيهم المصادر ينجم يكونوا كبار قدنا، هذه هذه ماهيش سورس راديو اكتيف، مي مثال سورس راديو اكتيف. يجيونا في كونتينر رصاص تجيب الطياره، معناتها هي في الكونتينر نتاعها سي ريغلومونتير فهمتني، نستعملوها ونرجعوها في الكونتينر ومخزنينها في بلاصه معينه. يوم بلوس عندنا معناتها تو عملنا دي شاتو دو بلون نحطوهم فيهم، نستناو في البنيه تقبل عندنا اللوكار باش نخبيهم فيهم. دونك مكثر المصادر اللي عندنا هي مصادر مغلقه فهمتني، ما فيهاش مشكله، ما تستحقش معالجه. منين جات فكره المعالجه نتاع النفايات المشعه؟ في اواخر 2006 كانت تذكر وقت اللي اتخذت الديسيزيون باش نمشي في البروجي الكترونيكليير نتاع تونس فهمتني، بدات ستيك تخدم بالتعاون مع سي ان اس تي ان. كي يبدا عندك مشروع مفاعل نووي نتاع قوه اكيد باش يولي عندك نفايات فهمتني، ولا مشروع حتى مفاعل ابحاث ولا عندك نفايات. دونك خممنا في السونتر ليبوك ولا الاداره اللي كانت قبل خمت في السونتر، علاش ما نعملوش وحده معناتها نموذجيه لتدريب معناتها الباحثين نتاعنا والتقنيين على معناتها ثلاث مود دي شيء الى ان يحضر المفاعل. هو المفاعل كنا نبداو فيه اليوم تحب 20 سنه باش يحضر، دونك ماهيش باش نبنيو احنا يونيتي نقعدوا نستناو 20 سنه في الوقت الحالي. وبعد لما حاله التسميه تبدلت خاطر عملت برشا لبس، احنا سميناها وحده النفايات معناتها معالجه النفايات، عملت برشا لبس رجعنا لها اسمها الحقيقي اللي هي وحده المصادر المشعه الضعيفه والمتوسطه. في الوحده اللي عندنا تو نبنيو فيها فيها برشا مصالح، فيها مصلحه الحمايه من الاشعه كل ما يتعلق بالمصادر، فيها مصلحه الحمايه من الاشعه، فيها مصلحه قياسات الجرعه، فيها مصلحة قياسات الرادون، وفيها قياسات مصلحة المتابعة الطبية. دونك هذوما كل في نفس الوحدة اللي شفتها وصورت الهول نتاعها انت اي كومبري، فيها بيت فهمتني الداخل باش نخزنوا فيها المصادر اللي عندنا توم مخزنين اللي هما ما يمثلوش حتى دونجي معناتها على البيئة، خاطر ديجا في الكونتينر نتاعهم وديجا عندنا حيوت معناتها من بيتون، وديجا باش نعملوا لهم دي شاتو دو بلوم، وديجا السي ان ار بي فهمتني هي بيتها تقترح على المصنعين اللي عندهم دي سورس من النوع هذايا كي ينتهي الاستعمال نتاعهم يعملوا نيش اون بيتون يسكروه ويخليوه. دونك الامور هذيا معمول بها في تونس. عندنا شويه نفايات فهمتني مشعه اللي هي يستعمل فيها مخبر صدنات المشعه اللي فيها تكنيسيون، والتكنيسيون مستعمل في السبيطارات نتاع تونس كل المصالح نتاع الطب النووي اللي هو الدومي في نتاعو يعني نصف العمر كالكوزور 6 سوايع. في السبيطارات شي يعملوا له يلموه يستناو كلكو جور تموت لاكتيفيتي بالجمله وبعد يطيشوا. احنا في تونس كيف كيف في السونتر نقصد في المخبر للصيدلات المشعه يستعملوا في التكنيسيون التجارب نتاعهم بعد ما يكملوا وكلي غون ولي سورانغ اتسيرا يلموهم نخليوهم معناتها بليزيور جور لحد الان مازلنا ما لوحنا شيء لمحال. حتى اللي عندنا الشكايه اللي عندنا الدات معناتها دي زاني معناتها مش ماتت الاكتيفيتي ما عادش فما بالكل. انا تقنيا ما نسميهمش نفايات مشعه، دي شيء نورمال ورغم ذلك محتفظين به. لي سورس اللي عندنا عندنا ديوس معنا حتى دي شيء لا ليكيد لا غازول لا غير. وقتاش نحكيو على نفايات مشاع كي عندنا رياكتور وحنا ما عندناش رياكتور. دونك المشكل اللي معناتها اثير حول البنيه ماهيش ملائمه ولا غيره معناتها مش في محله، خاطر احنا لانا قاعدين نعالجوا في الاشعه ولا باش نعالجوا الاشعه لا في القريب ولا في المتوسط ولا في البعيد. او نحكي لك علاش احنا قانونيا غير معناتها مرخص لنا ولا مخول لنا القانون باش نعالجوا معناتها نفايات مشاعة على المستوى الوطني، لأنه القانون المحل التونسي مازال مش كامل فيما يخص معالجة النفايات المشاعة، لكن القانون الدولي يمنع اتيليزاتور مستعمل كسونتر وكسبيتار كيف كيف احنا مستعملين باش هو يجاري ولي جوجي بارتي يلزم وكالة وطنية للتصرف في النفايات المشاعة محايدة وعندها لوتوريتي اللي هذايا باش تتم إن شاء الله. احنا نخدم من عام 2007 بعد المشروع الإلكترونيات اللي بدا معناتها في تونس، عملنا لجنة تضم الوزارات الكل المعنية وعملنا قانون نووي في البلاد اللي هو كامل وحاضر وفي قيد الدرس. القانون النووي هذا بخلف لي شابيتر اللي هم توسكي نوكليير
في البلاد وعلى حسب المواثيق الدوليه وغيره وغيره، ينص على احداث وكاله وطنيه لتصرف النفايات المشعه. دونك الوكاله هذه هي باش تتصرف النفايات المشعه نتاع تونس الكل، اللي هي مقدره كما قلت لك ابار سبيطارات دي سورس معناتها سيلي ولا معناتها مصادر مغلقه. واحنا في تونس في السنتر اي كومبري عندنا شويه مصادر، مي من هنا للمدى المتوسط للمدى البعيد كان ما عملناش مفاعل وممكن في 10 سنين ما نعملوش، ما عندنا حتى معالجه نتاع مشاعر. هذه نحب نطمن الناس الكل عندنا جوست مصادر نخدموا بها ومخزنه دون لي ريغل دولار. هذه حاجه بالنسبه لل معناتها للمخبر الجديد الوحده الجديده ولا حتى اللوكال اللي وريت التصويره نتاعو، نحب ناكد هنا اللي التصويره هذيك راهي قديمه بيان سور. الدار معناتها تنجم تكون احنا بدينا فيها هذيك من 2010 دونك تنجم تكون عامين تنجم تكون بعد شويه، صار لنا فيها مشكل خاطر كي بناها عمل السقف صار ديفويت صلحناه تنجم تمشي بعد نوريها لك. صلح عملنا داله كامله فوقها بيتو ما عادش فما مشكل تاع ماء ايون بليس. حتى كان صار التقدير كيما قلت لك لي سورس في لي كونتينر نتاعهم في الخزاين تحت المكشوف تاع الوحده اون بيتون ما فما حتى مشكله. وزارتها المديره العامه نتاع مركز الحمايه من الاشعه في تونس مع خبراء دوليين في الامن النووي معناتها باش تعرف قيمه الموضوع، جاو في اول 2012 وزاروها وزاروا الوحده وحكينا لهم على المشاريع وشي مقال. هذه من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه فما خبراء من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه اللي هم يتابعوا في المشروع فهمتي نتاع التعاون مع الوكاله لاحداث وحده نموذجيه لمعالجه النفايات المشعه، ما هو بدا الاسم نتاعو كاكا. هم الخبراء نفسهم جاو واحد 2009 وجا واحد في 2011 وكتبوا دي رابور وعنا منهم دي كوبي يقول لك يا جماعه راكم ما عندكمش لا برودكسيون نيسيسير باش تستجيب المعالج وطلبوا اكري هات لي الاحتياجات. احنا ما عندناش احتياجات معناتها فريمون سيتي ان بيزوان اون بروجيت للرياكتور نوكليير اللي هو مش موجود ومازال. دونك لونيتي باسم نفايات مشعه غلط طول الخط، وهذاك علاش بدلنا الاسم الصحيح اللي هو مصادر مشعه. عندنا مصادر معناتها نتحكموا فيها ونستعملوا في المخابر كل الناس الكل دون لي ريكل دولار. وعندكم تنجم حتى تمشي المدير العام المركز الوطني للحمايه من الاشعه وتتاكد كلامي هذا كان انا كلامي معناتها غلط هي تقول غلط. احيانا فيما يخص دراسه الاثر على البيئه احنا في 2005 قبل حتى ما نجيو لهنا احنا جينا لسيدي ثابت في 1999 في 1995 وقت اللي بدينا نخمو باش نجيو لهنا وزاره البيئه على ترافير لامبي الوكاله الدوليه الوطنيه لحمايه المحيط قالت لنا يلزمكم ايتود امباكت يلزم دراسه اثر على البيئه. عملنا ايتود امباكت في السنتر وقدمناها على اساس عندنا مخابر نوويه بما فيها مفاعل نووي بما فيها نقولوا مفاعل نووي نقولوا وحده معالجه النفايات وقتها بالحق فهمتني. وعملنا لي كومبوزونت كل دا بروجي كومبلي نوكليير وتم المصادقه عليها وحاولنا هنا وجينا نخدموا. طبعا المفاعل ما فماش تعرف انت في تونس وحتى كان باش نعملوه تحب لنا 10 سنين وما نبداوش فيه وما فما لحد الان ما عندنا حتى برنامج رسمي باش نعمل مفاعل نووي. دونك المشكل هذا مفروغ منه. النقطه الاخيره نحب نذكرها كونك بدينا نبنيو في البانيه فهمتني بعثنا دوسيات للحمايه المدنيه باش ناخذ الرخص الكل وبعثونا دي كيستيون جاوبنا عليهم هذايا كل معناتها نجموا نلقاو لو دوكيمون نوريهم له وعطاتنا الترخيص باش نبنيو اللي احنا معناتها رانا خدينا بعين مع اون كونسيديراسيون كل الاقتراحات اللي قالتها لنا الحمايه المدنيه وهذا موثق معهم. الحمايه المدنيه ما تعطيكش رخصه هكذا موثقه نعرف شنو نقول. دونك كان فما حاجه اخرى الحاجه اي فما حاجه اخرى معنا التقارير من عام 2009 اللي جيت انا على راس الاداره هذيا طلبت من المسؤول على المصادر المشعه في المركز كل عام يعطيني جرب للمصادر المستعمله والمصادر ما عادش مستعمله فهمتني. انا ما سميهاش النفايات هي مصادر ما عادش مستعمله خاطر ضعفت الاكتيفيتي نتاعها وكل عام يعطيني رابور. وحتى مره عندي رابور 2009 نجم نعطي كوبي و2010 و2011 حتى مره ما جا ذكر معناتها مشكل من النوع هذايا. وحتى كان فما مشكل معنا حتى مشكلة احنا بعثنا المسؤول يتدرب في فرنسا 9 شهور وتدرب في وحدة لمعالجة النفايات المشعة بيان سور فرنسا فيها أكثر من 50 رياكتور والشيء اللي شافوا غاديكا معناتها شيء غريب. مي وضع تونس مش كيما وضع فرنسا احنا ما عندناش لي كونتيتي دي شيء اللي عندهم. دونك بيان سور باش يجي ما عندناش مشكل. حتى جاء في 2011 تاع الوكالة وعندي في الرابور يقول لك الاتش فاك سيستم نوت ريكوايرد يعني سيستم نظام تهوئة خاصة مش لازم بالنسبة للي كونتيتي واللي كونتيسيون اللي عنده. وهذا موثق في رابور من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كنا ننتقلوا للجزء الثاني من حوارنا وننتقلوا اللي صار في الحام مؤخرا.
فما برشا من اللي حكيت معاهم يلوموا على اساس انه لم يقع الاستنجاد او الاتصال بمن مشهود لهم بالكفاءه في الاختصاص على غرار باحث ما نستحضرش الاسم بور لانستون، ويقولوا زاد اللي لم يتم تنسيق معناها مع وكالة حماية الأشعة، معناتها لم يقع التنسيق، ويلوموا زاد على أساس أنه تم بث صور في التلفزة الوطنية يوريوا أنه فما شوفر من المركز هو اللي قاعد يقوم بعملية القيس، دونك هذه الحاجة اللي خليت برشا عبيد يستاجنوا المشهد هذا. أولا صحيح المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية يزخر بالطاقات وبالخبراء، تبارك الله عنا معناتها 140 عون بين إداري وتقني وكادر، عنا دكاترة معناتها فوق 25 متخرجين من عدة دول، كل واحد خبير في دومينه، لكن الخدمة كما تعرف في سنتر كلير لازم تكون بنظام، الخدمة في السنتر مقسمة معناتها التقنية مقسمة على 9 مصالح، فهمتني؟ كل مصلحة عندها اختصاص معين. وقت اللي جات المشكلة نتاع الحامة داير أول مطلبنا احنا باش نقوموا بالزيارة هي المركز الوطني للحماية من الأشعة، فهمتني؟ كلمتني أنا شخصيا، أنا كنت البرا في ميسيون، وكلمنا المدير العام ونسقنا كل ما بعضنا، والإيكيب تبعثت هي الإيكيب اللي المصلحة اللي خاصة بالحماية من الأشعة، عندنا مخبر متنقل هم الوحيدين اللي يعرفوا يخدموه ويستعملوه ويسون فورمي بور سا، فهمتني؟ هذه المصلحة الحماية من الأشعة قاعدة تحمي في عمال المركز تو أكثر من 10 سنين، وعمرنا ما جانا رابور ولا مشكل، معناتها كان عندهم مش عندهم ثقة فيهم، راه يقول أنا ما نخدمش مع المصلحة هذه، هذه حاجة أولى. دي زيد على مصلحة الحماية من الأشعة، مشاو أفراد من المصلحة نتاع القياسات الإشعاعية، لأن الحماية من الأشعة تعتني بتوسكي راديو بروتكسيون، وبعد القياسات الإشعاعية هما اللي يقيسوا العينات ويقول لك شنو اللي فيها أبار الدوز. دونك مشات المصلحة هذه شركت، والمصلحة الثالثة اللي شركت في المهمة هذه من المركز هي مصلحة الكيمياء الإشعاعية، عندهم يعني تقنيين متدربين على أخذ العينات وتحذير العينات، يعني ثلاثة مصالح من المركز شركت. المصلحة الرابعة اللي نسقنا معاها واللي عندها خبرة يهم الموضوع هي مصلحة الهيدرولوجيا النظائرية، هذا عندنا خبير يعتني بتسكي موارد مائية وعنده كونيسوس، وقال لنا نعاونكم عندي حتى دي ميزور في الريجيون نعرف لي كونديسيون تاع لي ناب ايتترا. دونك نسقنا مع 4 مصالح دخلوا في الحكاية. اش بقى في المركز؟ بقات مصلحة الذباب العقيمة ما شاركتش، مصلحة الميكروبيولوجيا ما شاركتش، ومصلحة الصيدليات المشعة ما شاركتش، ومصلحة الصيانة والتجهيزات ما شاركتش. طبعا هذوما المصالح معناتها احنا ديجا 4 مصالح شاركت وفما 4 ما شاركوش، شوف انت علاش. لكن الاهم من هذا احنا ما قسينا حتى حد، ما فما حتى واحد اي كومبري زميلتنا اللي حكيت معاك قال نحب نمشي، قلنا له لا، فهمتني؟ طبعا احنا مشاو من المركز من الليكيب نتاعنا برك يجي 10 من الناس، فهمتني؟ واي واحد حتى حاليا يحب يمشي مرحبا، الحامه مازالت موجوده، السيارات عنا يمشي يقيس ويعطينا رايه، رايين خير من راي، ما قسينا حتى حد، والرابور حاضر وعطيت منه كوبي معناتها بريليمينير درافت المدام المديره نتاع السي ان ار بي، خاطر نسق مع بعضنا مشاو معانا هما الغديكا، واحنا باش نعملوا رابور اوني، عملنا كونفرونتاسيون للريزلتات متفقين في اللي قاسوه في اللي قسناه واللي زانتربريتاسيون، واش خرجوا رابور اوني، واي واحد يحب يقراه ويعطي راي مرحبا. هذه مشكله تهم التوانسة الكل، مش باش نقصيه واحد، فهمتي؟ خاطر فيها معناتها لوان كان نغلطوا في حاجه تولينا مشكله. دونك احنا ما قسينا حتى حد، واللي يقول عنده ينجم يعمل مرحبا، فهمتني؟ فيما يخص تو النقطه اللي والله هي ضحك، مي الشوفور قاعد يقيس يا اخي، الديتكتور خليته في البيرو الاخر. الديتكتور سي سامبل، كان ولدي صغير عمره 5 سنين نعطيه صور بالمصوره معاه، عندنا خبراء قاسوا اتاكدوا اللي ما فما شيء، فهمتني؟ داروا قاسوا ينجم، مش هو اللي يعتمد لي ميزور نتاعو، الديتكتور يوريك يقول لك فما 100 ولا 200 ولا هي، يحب بار كوريوزيتي قال خلينا نشوف بوركو با، وهو معناتها مؤهل باش يسوق المخبر المتنقل معنا ويمشي ويجي، مي ما تصور معناتها واحد باش يقول هو شوفور قاس، استحقار للكيب اللي مشات فيها 10 ناس خبراء، معناتها خوك يقول خبراء معناتها اليوم 10 سنين خبره في المركز. دونك انت هذه متعدده الاختصاصات، مش للتراتمو، ماهوش باش نعملوا تراتمو، ماهيش للمعالجه والتخزين معناتها. للتخزين ايه؟ لا عندنا لي سورس نتاعنا، ماهمش دي سورس معناتها نون سيلي ولا حاجه، لي سورس سيلي نستعملوا فيهم، كان تحبها هو اللوكال باش نخزنوا فيه، فهمتني؟
مسكر. هذا اللوكال المخصص للتخزين معناها؟ هذا مخصص للتخزين، ودي سورج كما قلت لك في الكونتينر نتاعهم، تنوريك بعد لي كونتينر والرصاص نتاعو. هذا مخصص للتخزين، مسكر من جميع النواحي، باب باش يتسكر دون لي ريغ دولار، عندنا لي شاتو دبلوم تنوريهم له، معناتها ما نتصورش انا فما حتى خطر لا على البيئه ولا على البيرسونال. كل شيء معناها كانت قد منا روحك، وخاصة فيما يتعلق بالروبورتاج اللي كنا أوردناه على موقع نوات، وقلنا اللي فيه باحثون يتهمون الإدارة لهنا بالفساد المالي والإداري، شنو تعليقك؟ والله مرحبا بكم الساعة عسلامة، أنا هيكل الجلاسي باحث في رتبة أستاذ مساعد، الاختصاص بتاعي هو الفيزياء الذرية، موجود لهنا في المركز منذ أكتوبر 2009، يعني عندي عامين ونص بالضبط. أنا إنسان قريت في فرنسا، الدولة صرفت عليا مرفات نحسب فيها 30 ميل يورو باش عملت الدكتوراه وعملت الديوا بتاعي، ورجعت لبلادي باش ننفع البلاد هذه بما نجم. أنا إنسان هنا عندي عامين ونص، بالحمد لله باللي مويان تاع السنتر البسيطة، نعاودها البسيطة، وتمكنت باش نخرج معناتها في عامين ونص 6 أرتيكلوات بالناس اللي تفهم تتعرش معناتها سيس ارتيكل، النجم حتى نوريهم لكم، وبروفي دانفونسيون يعني براءة اختراع، نعاودها بالإمكانيات البسيطة بتاع هالمركز هذا. فيما يتعلق بالاتهامات، كنقولوا أنه الباحثين لهنا يتهموا الإدارة بالفساد المالي والإداري، أنت في تعاملك مع الإدارة بتاع المركز؟ والله كيف ما جاوبتك، الـ 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 المركز عنده إمكانيات ضخمة رولاتيفمون للموجود في البلاد، لكن هي في حد في نفس الوقت ضعيفة بارابور معناتها للي يلزم الباحث باش يطور الأشغال بتاعه والبحوث بتاعه. بكل صراحة معناتها أنا نتصور أنه الساعة شنو نقصد بها بالضبط الفساد المالي والإداري، هذه كلمة أنا ما نجمش نفهمها، وكيف ما قلت الزملاء سألونا نفس الموضوع، قلت لهم هل أنه أنا كي نطبع ورقة في الامبريمونت بتاع المركز فيها خدمة وليدات صغار بتاع ابتدائي، هل تعتبر فساد مالي ولا لا؟ يعني الفساد المالي أنا نعتبره في تونس موجود في كل المستويات، في كل المستويات اللي معناتها فولونتير او با، يعني نحن متفاهمين انه الاصلاح لازم في كل معناتها المؤسسات بتاع الدوله، هذا متفاهمين فيه، واللي عنده من الزملاء واللي قال انه عنده يعرف حاجات على فساد مالي واداري في المركز هذا، ماذا بينا ينورنا ويوريهم لنا ويبعثهم للسلطة الإشراف باش تتخذ الإجراءات. وأنا ندعو من شيرة أخرى أنه ثم ناس معناتها دعت للإصلاح، أنا نطلب أكثر من هكا، نطلب أنه الأعوان الكل بتاع المركز من جميع الإطارات ومن جميع يعني الشرائح الكل نجموا معناتها نحاسبوها ونشوفوها شنو عملت من الأول للآخر.